وفي مثل هذا اليوم من سنة 43 للهجرة الموافقة للعام 57 ميلادية، وقف حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفات في مكة المكرمة. وذكر حجاج العراق خبر وفاة الشاعر الكاتب إبراهيم بن العباس الصولي، كاتب العراق في عصره، أصله من خراسان، ولد سنة 176 هجرية ونشأ في بغداد. قربه الخلفاء وكان كاتباً للخليفة المعتصم ثم الواثق ثم المتوكل، وتنقل في الأعمال والدواوين. كان مشهوراً ببلاغته وأدبه وعرف بجزالة شعره وعمق معناه. صنف العديد من الكتب. توفي في سامراء عن عمر ناهز 65 سنة. من شعره قوله لجارية كان يهواها: وعلمتني كيف الهوى وجهلته، وعلمكم صبري على ظلمكم ظلمي، وأعلم مالي عندكم فيردني هوايا إلى جهلي فأرجع عن علمي. وذكر حجاج بغداد خبر وفاة الطبيب يوحنا بن ماسوي، من علماء الأطباء، سرياني الأصل عربي المنشأ، نشأ ونبغ في بغداد، وكان أحد الذين عهد إليهم الخليفة هارون الرشيد بترجمة ما وجد من كتب الطب القديمة في أنقرة وعموريا وغيرهما من بلاد الروم، وجعله أميناً على الترجمة، ورتب له كتاباً حاذقين بين يديه. كان له مجلس ببغداد يجتمع فيه الأطباء والفلاسفة والأدباء والظرفاء، له نحو 40 كتاباً منها البرهان والأزمنة. وذكر الحجاج خبر خروج الخليفة المتوكل العباسي إلى دمشق. في هذه السنة قرر الخليفة المتوكل نقل عاصمته إلى دمشق وسار إليها، فانزعج أهل العراق من ذلك، وقال الشاعر يزيد بن محمد: أظن الشام تشمت بالعراق إذا عزم الإمام على انطلاقه، فإن تدع العراق وساكنيها فقد تبلى المديحة بالطلاق. وفي مثل هذا اليوم صادف بداية سنة 48 للهجرة الموافقة لسنة 53 ميلادية خارطة العالم الإسلامي. ابتدأت هذه السنة وخارطة العالم الإسلامي تضم العديد من الدول. كان خليفة المسلمين المستضيء بنور الله للمستنجد بالله العباسي ومقره بغداد، وكانت دول العالم الإسلامي الدولة الغورية في الهند وعليها السلطان غياث الدين محمد الغوري، وكان سلطان شاه محمود بن أرسلان بن أتسز على دولة خوارزم ما وراء النهر، وكان السلاجقة يحكمون خراسان وكرمان والعراق، وسلطانهم ركن الدين ألب أرسلان بن طغرلبك، وكان عز الدين قلج أرسلان السلجوقي على دولة سلاجقة الروم. أما في المغرب العربي والأندلس فكانت السيطرة لدولة الموحدين وعليهم السلطان يوسف بن عبد المؤمن المؤمني، وكان على الشام السلطان نور الدين محمود بن عماد الدين زنكي، وكان وليه على مصر الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب. الدولة الزنكية في الشام. الزنكيون سلالة تركية حكمت في شمال سوريا والعراق في الفترة ما بين 521 إلى 569 للهجرة، استمرت في الموصل حتى سنة 660 للهجرة. كانت عاصمتهم مدينة حلب ثم أصبحت دمشق، يعتبر أسقنقر ومؤسس سلالة بني الزنكي. كان من الجنود المماليك للسلاجقة، ثم عينه القائد السلجوقي تتش بن ألب أرسلان أتبكاً على حلب. تولى بعده ابنه عماد الدين زنكي الإمارة في العراق، فتمكن من ضم الموصل ثم حلب، كما ضم بعض المدن والقلاع في الشام. قاد عماد الدين زنكي حملات ناجحة ضد الإمارات الصليبية في الشام. في عهد ابنه نور الدين تم الاستيلاء على دمشق سنة 549 للهجرة، ثم ضم شمال العراق إلى دولته بعد وفاة أخيه سيف الدين، واتخذ من الموصل عاصمة له.
بلغت دولة الزنكيين أوجها في عهد نور الدين زنكي الذي تميز بتطور حركة العمران وازدهار الاقتصاد، كما تمكن من أن يمد حدوده حتى مصر، حيث عين عليها قائده صلاح الدين الأيوبي الذي تمكن من القضاء على الخلافة الفاطمية فيها. بعد وفاة نور الدين زنكي استبد صلاح الدين الأيوبي بحكم مصر ودخل الشام ثم حلب وضمها إلى دولته وأنهى حكم إسماعيل بن نور الدين زنكي آخر ملوك الزنكيين فيها، معلناً ظهور دولة الأيوبيين بعد أن كان هؤلاء في خدمة الزنكيين لسنوات طويلة. قامت فروع أخرى للزنكيين في سنجار وفي الجزيرة، لكن الأيوبيين قضوا عليها جميعا، فيما استمر فرع الموصل حتى أنهى الإلخانات المغول وجودهم نهائيا عام 660 للهجرة. وفي مثل هذا اليوم صادف نهاية سنة 2300 للهجرة الموافقة لسنة 2900 ميلادية وفاة الأديب الإصلاحي الكواكبي. من الكتاب الأدباء ومن رجال الإصلاح الإسلامي ولد وتعلم في حلب وأنشأ فيها جريدة الشهباء فأقفلتها الحكومة، وجريدة الاعتدال فعطلت، أسندت إليه مناصب عديدة ثم حنق عليه أعداء الإصلاح فسعوا به فسجن وخسر جميع أمواله. رحل إلى مصر وساح سياحتين عظيمتين إلى بلاد العرب وشرقي إفريقيا وبعض بلاد الهند، ثم استقر في القاهرة. له العديد من الكتب، منها أم القرى، طبائع الاستبداد، وكان لهما عند صدورهما دوي كبير. توفي في القاهرة عن عمر ناهز 53 عاما. وفاة الشاعرة عائشة التيمورية. كانت تنظم الشعر بالعربية والتركية والفارسية، ولدت في القاهرة، علت شهرتها كمفكرة وأديبة ومناضلة نسائية. لها عدة كتب، منها حلية الطراز وهو ديوان شعرها العربي ونتائج الأحوال في الأدب وغيرها. توفيت في القاهرة عن عمر ناهز 62 سنة. من شعرها قولها: ما ضرني أدبي وحسن تعلمي إلا بكوني زهرة الألباب، مساني خدري وعقد عصابتي وطراز ثوبي واعتزاز رحابي، ما عاقني خجلي عن العليا ولا سدل الخمار بلمتي ونقابي. وفاة المهدي السنوسي. زعيم السنوسية الثاني، والد السيد محمد إدريس السنوسي ملك ليبيا الأخير، وقويت الطريقة في أيامه حتى انتشرت زواياها في مناطق كثيرة كان أكثرها في الصحراء الكبرى وشمال إفريقيا. خاف السلطان عبد الحميد الثاني من استفحال أمره، فشعر السنوسي بذلك ورحل إلى واحة الكفرة وانتقل منها إلى منطقة وادي، فتوفي فيها عن عمر ناهز 58 عاماً.